رفضت وزارة التخطيط العراقية تقريرا منسوبا إلى برنامج الأغذية العالمي في الأمم المتحدة صنف العراق ضمن 7 دول هي الأشد جوعا في العالم، وأن ثلث الشعب العراقي ينام جائعا إلى جانب بلدان شديدة الفقر مثل الصومال ومدغشقر والكونغو وغيرها. وتنقل قناة صلاح الدين عن بيان للوزارة القول أن العراق لم يواجه أزمة غذائية يمكن أن تسبب تهديدا بالجوع للفئات الهشة في المجتمع، إلى أن الحديث عن وجود ثلث العراقيين جائعين كلام ينافي الواقع.